السلام عليكم أعزائي متابعين قناة ربحك. عندنا لو مرة تشوفونا يا ريت تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد، وما تنسوش يا شباب التعليقات واللايكات عشان في مسابقة إن شاء الله أول السنة هتبقى مسابقة كبيرة، فكل اللي عليك تعليق برقم المحفظة ولايك، واللي مشترك في القناة يشترك ويفعل زر الجرس عشان يشترك معانا في المسابقة يا شباب. تمام، النهاردة معانا موقع اديله 3 ايام، الموقع بيدينا 180 روبل يعني 18000 في الفضة يا شباب. ده شكل الموقع، دي احصائية الموقع يا شباب قدامكم اهيت، هنصغر كده شوية عشان كل حاجة واضحة قدامنا اهو. دي احصائية الموقع، احتياطي المشروع، مدفوعات، متواجدين دلوقتي على الانترنت، جديد، مسجل، كل المسجلين، الناس الموجودة في الموقع. تمام يا شباب، بعد كده هنزل تحت يقولك هنا ايه مكافأة 180 روبل، السحب بدون نقاط يعني السحب ولا يعني ولا استثمار، تقدر تسحب على الإحالة 500 على الفضة. لدينا يعني وحد أودع عن طريقك هتاخد 30%. تمام، طريقة تسجيل يا شباب في الموقع بنيجي من هنا كلمة تسجيل أهي، بعد كده بننزل نحط هنا اليوزر نيم أو الاسم بتاعنا، هنا البريد الإلكتروني يا شباب، هنا الباسورد دعاية الباسورد، بعد كده رقم محفظة البئير، بعد كده بتنزل تحت تعلم على الشروط، دي لازم تعلم عليها، بعد كده تحل الكباتشا وتعمل تسجيل كده بقى لك حساب في الموقع. هنيجي للدخول يا شباب، الايميل والباسورد وتحل الكباتشا. وبعد كده بنعمل دخول، هتلاقي عندك هنا في الرصيد بتاعك 18000، هتخش على الشراء اهي من هنا، هتيجي من هنا هتشتري شخصية ب10000 اهيت، لا اهي انا شاري واحدة اهيت زي ما انتوا شايفين، وشاري واحدة ب1000. كل اللي عليك هتدوس هنا كده خلاص تشتري، تشتري دوس هنا، وبعد كده تشتري 8 من دوت حسب ما انت عايز بقى تشتري. تمام، وهنا ده ب1 روبل. بعد كده يا شباب بتيجي في اي وقت تخش على الموقع، تيجي من هنا بتجمع ارباحك. تمام، تيجي تدوس هنا كده هتلاقي الرصيد عندك هنا في السحب والشراء، يضاف لك على طول من هنا. بعد كده عندك مكافأة هنا كل ساعة، المكافأة دي بتضاف لك في رصيد السحب زي ما انتوا شايفين هنا، دي اتضافت لي انا خدتها. وفي مكافأة يوميا بتضاف لك في رصيد الشراء اهي، بتدوس عليها كده تحل الكباتشة، كل المكافآت زي بعضيها، كل اللي عليك بتحل الكباتشة بالشكل دوت. وبعد كده الشباب بندوس هنا بنحصل على المكافأة زي ما انتوا شايفين، اداني 62. بعد كده عندنا مكافأة كل ساعة، نفس النظام برضو، طالب دراجة نارية، وفي مكافأة كل 5 دقايق يا شباب. ده كده المكافآت، عندك كده 4 مكافآت في الموقع، مكافأة رصيد السحب كل ساعة، ومكافأة في يومية، ومكافأة كل 5 دقايق، ومكافأة كل يوم. تمام يا شباب، كده احنا خلصنا من المكافآت، هنترجم كده باللغة العربية. عندك هنا الإحالات، رابط الإحالة بتاعك هتلاقيه هنا أهو، وده البنار لو أنت خدته بيظهر لك بالشكل اللي هو تحت دوت. تمام، بعد كده يا شباب عندنا ايه اليانصيب، لعبة يانصيب، بتشتري تذكرة وانت وحظك، وعندك في مبادلة لو انت عايز تبدل من رصيد الشراء السحب رصيد الشراء، لو اشتريت ب1000 هيديك 50% زيادة. بعد كده الخروج يا شباب، هنا بقى هتلاقي اخر ايداعات في الموقع، وهنا اخر سحوبات في الموقع. بس يا شباب كده دي كل حاجة عن الموقع. طبعا الايداع لو انت عايز تعمل ايداع في الموقع هتيجي من هنا،
بتحط المبلغ اللي انت عايز تودعه في الموقع هنا، بيقول لك هنا ايه، سوف تحصل على 20,000 فضة كده، هتحصل على، تحط المبلغ اللي انت عايز تعمل ايداع هنا وتدوس هنا، يحولك على محفظة البير. وهنا بيقول لك بيديك على كل ايداع بتعمله مكافأة قد ايه. تمام، السحب بقى يا شباب تخش من هنا وهتيجي تحط المبلغ، طبعا السحب مفتوح اهو، بتحط المبلغ وبتعمل طلب سحب، رقم المحفظة بتاعك بيبقى محفوظ في الموقع. بس يا شباب ده كان شرح النهاردة، وبكده أكون انتهيت من الشرح. ولو عجبكم الفيديو ياريت تدعمونا بلايك، والجديد معانا يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله، في فيديو آخر إن شاء الله. سلام يا شباب.